معانا على الهاتف المحلل السياسي اليمني عبد الله اسماعيل. مساء الخير يا استاذ عبد الله، واهلا وسهلا بك. مرحبا، اهلا. يعني احتاج اعرف من حضرتك تفسيرك لاستمرار نهج ميليشيات الحوثي في تحدي المجتمع الدولي، تحدي القوانين والاعراف الدوليه، تحدي حتى التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم وغيره من الاتفاقات السابقه، واستهداف مطار ابها السعودي واللي خلف عدد كبير جدا من الضحايا. يعني هذا يفسره أمرين، أمر يتعلق بطبيعة الحركة الحوثية كحركة راديكالية متعصبة إرهابية، هي ليس لديها أي معنى من معاني الاهتمام حتى بالصورة النمطية التي يمكن أن تنقلها عن للعالم عن نفسها. هي حركة شأنها شأن أي حركة إرهابية، ستقاتل حتى آخر شخص وإلى آخر شبر، وبالتالي نحن كنا نتحدث دائما أن طبيعة هذه الحركة هي فقط تعيش في الأزمات وتعيش في الحرب، وهي التي بدأت الحرب في اليمن وهي لا تريد أن تنهي هذه الحرب، وبالتالي هذا الأمر يتعلق بطبيعة هذه الجماعات. الأمر الآخر يرجع إلى علاقة هذه الجماعة بإيران، وأنها هي واحدة من أذرع إيران في المنطقة، وبالتالي كل هذه التصرفات هي صدى لما يحدث في إيران، هي صدى للضغط الدولي لقوة العقوبات التي تتعرض لها إيران، وبالتالي جماعة الحوثي في ظروف لا تخدمها حتى هي، لكنها تؤدي هذه المهمة كما يبدو بمحاولة إشعال المنطقة، في محاولة تخفيف الضغط على إيران، بمحاولة إثبات أن إيران يمكن أن تحرك أذرعها، لأن إيران لا تستطيع أن تواجه مباشرة، وبالتالي جماعة الحوثي لا تخرج عن هذا الإطار، وهي تثبت فقط أنها خطر. لم يكن في يوم من الأيام خطر على اليمن فقط ولا على المحيط اليمني، وإنما هي خطر إقليمي ودولي، وبالتالي يجب أن تفهم بهذا الشكل. طيب خليني اعرف من حضرتك، لانه هذا التطور ايضا بينظر ليه البعض على انه تطور مهم، وهو اعلان الحكومه، مصادر طبعا من الحكومه الشرعيه اليمنيه، انه بيتم دراسه حاليا الاستمرار او الانسحاب من اتفاق ستوكهولم. ما الذي سيعني انسحاب الحكومه الشرعيه من استمرار ستوكهولم؟ هل بيعني انه بالضروره اعاده او استكمال عمليه تحرير الحديده اللي كانت حققت نجاح كبير وشرفت على تقريبا التحرير او الانتهاء من كامل اراضي محافظه ومدينه وميناء الحديده؟ يعني بالتاكيد اذا كان هنالك يعني واحده من الاضرار التي نتجت عن اتفاقيه السويد وايقاف الحديده هي هذه العنجهيه التي تواجه بها جماعه الحوثي المحيط واليمن. للاسف كان ايقاف معركه الحديده خطا استراتيجيا وقعت فيه الحكومه والتحالف العربي، لكن كان خطا المقصود به ان تقدم للعالم يعني ما يمكن ان نسميه دليل على ان التحالف العربي والحكومه الشرعيه معنيين بتخفيف المعاناة، وأنهم يذهبون إلى السلام إذا كان هنالك فرصة، لكن للأسف جماعة الحوثي استفادت من هذه التوقف الكبير الذي حصل نتيجة الاتفاقية السويد. هي لم تتوقف عن معاركها، هي لم تتوقف عن انتهاكاتها، هي لم تتوقف عن تحويل مدينة الحديدة وموانئ الحديدة إلى ساحة حرب بكل ما تعني الكلمة من معنى، وبالتالي أنا في تصوري أن هنالك الآن قناعة لدى التحالف العربي ولدى الحكومة الشرعية على أنه لا يجب أن يعطى اتفاق السويد فرصة أكبر من ذلك، لا يجب أن تعطى جماعة الحوثي الفرصة أكثر من ذلك أن تستخدم الميناء، ميناء الحديدة، لتعبئة ترسانتها من الأسلحة، من الخبراء، لاستخدام الموانئ لهذه المهمة الخطيرة. وللأسف هنالك كانت مراوغة من قبل أو رخاوة من قبل الأمم المتحدة. الأمم المتحدة للأسف ذهبت إلى يعني الى شرعنة جزئية لما تقوم به هذه الجماعة، وكان هنالك موقف واضح من الحكومة الشرعية في موقفها من المبعوث الأممي، وكان هنالك تراجع من الأمم المتحدة، لكن كل الأحداث التي تحدث يعني في الآونة الأخيرة تؤكد على أن استكمال معركة الحديدة هو أمر استراتيجي مهم، وأنه استحقاق للحكومة الشرعية. هي ما
تحرر منطقة من 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 يعني من جماعة متمردة، خصوصا انه ميليشيات الحوثي اصلا هي من نقصت التعهداتها واتفاقها الخاص بالحديدة، اتفاق ستوكهولم، ولم تبادر او لم تفعل الجزء او الشق الخاص بها في هذا الاتفاق. بشكرك جزيلا دكتور محمد الزبيدي استاذ القانون، عفوا الاستاذ عبد الله اسماعيل الهاتف الباحث والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لوجودك معنا.